أهلا بكم محبي مسلسل الناموس، إليكم ملخص الحلقة 15. ولكن قبل البدء اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتصلك كل جديد. إبراهيم يحقق مع الحارس، والحارس يقول له أنه لم يريد أحد غير طلال داخل الشاليه. أبو محمد يتفق مع سالم ويخبره أسعد أنه يريد أن يجعل ملياردير، ويقول له أن سوف يشتري له بيت ونصف شركة راشد ويعطيه الكثير من المال، ويطلب من سالم أن يعمل كيف يعلمه كيف يتصرف. يأتي شخص ويعطي أوراق لرياض، ويتصل برياض بالرقم الموجود ويحكي مع الشخص ويقول عن مكان راشد. نعمة تضب أغراض وتخبر طلال أن يجب أن يذهب ليعيش مع أهله. نعمة تأخذ عليا إلى البصارة لكي تعرف مكان راشد، وتكون البصارة متفقة مع نعمة وتطلب منها أن تخوف عليا في كلامها. سالم يقول لبيبي أن طلال أن يأخذ كل شيء، لكن بيبي لا تهتم وتقول لهما والدها يرجع سالم شايل هم ما ينجح سعد في عمل وتفشل خطته. نبيل يخبر بيبي عن نعمة عندها ذنب كبير ويطلب منها من الله أن يسامحها. طلال يفتح الدرج في مكتب والده ويسمع كلام والده في الأشرطة ويخبر بكل شيء. نبيل يسأل نعمة لماذا اختفت عنه أن والده لم يمت وأنها كذبت عليه، ويقول لها أن هاني أخبرها بكل شيء. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو.